إعلام التلفزيون أن العربي الشرطة العسكرية تحقق مع عشرة جنود من معسكر سيدي تيمان على خلفية اعتداءات جنسية بحق معتقلين فلسطينيين وأظهرت صور صدامات بين أفراد الشرطة العسكرية والجنود الذين استخدموا غاز الفلفل احتجاجا على قرار توقيفهم قبل أن تتراجع الشرطة العسكرية عن التوقيف وتكتفي بالتحقيق معهم في مقر لها يشار إلى أن عددا من نواب الكنيست أعلنوا عزمهم التوجه إلى المعتقل لمنع التحقيق في حين توافد عشرة الإسرائيليين لمنع الشرطة العسكرية من توقيف الجنود وكان التلفزيون العربي قد حصل على شهادات من معتقلين في سجن سيدي تيمان أفادت بتعرض المعتقلين لتعذيب شديد واعتداءات جنسية وبتر للأطراف وذكرت مصادر حقوقيه للتلفزيون العربي ان سبب التحقيق مع الجنود هو خشيه اسرائيل من توجه اسر المعتقلين الفلسطينيين الى القضاء الدولي من القدس معنا مراسل العربي أحمد دراوشة أحمد أطلعنا على تفاصيل أكثر حول مسألة التحقيق مع الجنود المتهمين بارتكاب هذه الانتهاكات بحق الأسرة وكنا تابعنا بعض التغريدات أيضا لبن وسموت وسموتريتش ربما يتحدثان عن هذه الخطوة بأنها مخجلة ومعيبة بالفعل آمال وما يحدث في قاعدة ستيتمان يوصف من قبل كثير من الاسرائيليين بانه غير مسبوق وبانه تمرد من قبل جنود هذه القاعدة العسكرية على الشرطة العسكرية الاسرائيلية. قبل نحو ساعتين دهمت الشرطة العسكرية الاسرائيلية معسكر ستيتمان ادعاء الجيش الاسرائيلي ان احد المعتقلين الفلسطينيين الذين نقلوا الى المشفى خلال الساعات الماضية تعرض لاعتداءات جنسية قاسية داخل معسكر ديتمان أفقدته القدرة على المسير جاءت الشرطة العسكرية الإسرائيلية بأوامر من المدعية العسكرية العامة لاعتقال الجنود الإسرائيليين عددهم تقريبا عشرة جنود الأعداد تتفاوت بين وسيلة إعلام إلى أخرى بين تسعة إلى عشرة جنود إسرائيليين ما أن وصلت الشرطة العسكرية إلى هذا المعتقل حتى بدأت مشادات بينها وبين الجنود الإسرائيليين داخل المعتقل تطورت إلى استخدام الجنود الإسرائيليين. الإسرائيليين غاز الفلفل ضد عناصر الشرطة العسكرية الإسرائيلية بحسب ما تنقل صحيفة هارتس عن مصدر عسكري تطور الأمر أكثر بدأ الجنود الإسرائيليون بتصوير اعتقالهم من قبل الشرطة العسكرية الإسرائيلية نشروا شرائط الفيديو هذا وصلت أو هذه أول ما وصلت وصلت إلى القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية كان يظهر في هذه اللقطات أولا وجوه الجنود الإسرائيليين خلال الفترة الماضية كان كانت إسرائيل تخفي وجوه وأسماء الجنود الإسرائيليين الذين كانوا في معسكر ازديتمان خشية من أن يلاحقوا أو يتعرضوا لمساءلة أول مرة تظهر وجوه الجنود الإسرائيليين هذا أولا ثانيا ظهرت دعوات من قبل جنود إسرائيليين للإسرائيليين للخروج إلى الشوارع من أجل منع التحقيق معهم وهذا أمر غير مسبوق إلى درجة أن أحد الجنود الإسرائيليين قال في شريط فيديو أدعو الإسرائيليين للقتال استخدم لفظة قتال للقتال من أجلنا هذا أمر غير مسبوق في إسرائيل بعد ذلك انتقل الأمر إلى أعضاء الكنيسة إلى وزراء في الحكومة الإسرائيلية الذين أعلنوا التوجه إلى معسكر زديتمان من أجل منع التحقيق مع الجنود الإسرائيليين الشرطة الإسرائيلية في هذه الأثناء تراجعت عن الاعتقال كان الهدف هو اعتقال الجنود لكنها اقتادتهم من داخل معسكر زديتمان إلى مقر الشرطة العسكرية في نتانيا التقديرات بأن التحقيقات ستستمر خلال الساعات المقبلة ودعوات تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل تحديدا في المجموعات اليمينية تد إلى احتشاد عدد كبير جدا من الإسرائيليين أمام القاعدة العسكرية هذه عند الساعة الخامسة أي بعد نحو ساعتين من الآن معك ومع مراسلنا سنتابع تفاعلات هذا المسار شكرا لك من القدس أحمد التلفزيون العربي